صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين. اهلا وسهلا بكم من الناس كل فين ما كنتوا تابعوا في قناه الحوار التونسي في الحلقه الجديده من برنامج الحوار ويكاند. كما تعودتوا علينا برشا مواضيع اللي تم العائله، تم صحتكم، تم التغذيه، وزاد لي بون بلون لافاريت تلقاوهم موجودين عندنا كل سبت وحد. اليوم باش نحكيو مثلا على موضوع ليبرتونسيون، ضغط الدم، وزاد باش نحكيو على موضوع اللي نجموا نعيشوه كلنا، حاله نجموا نعيشوها كلنا ما غير ما نفيقوا بها، وهي البرن اوت. وما ادراكم ما البرن اوت؟ بالطبيعه الكوجينه البنينه والبلا المزيانين يكونوا مع شكون؟ يكونوا مع الشيف سعيد اللي نقولوا له صباح الخير. صباح الخير شيف. صباح النور عفيف. اشنا حوالك يا مرحبا، صباح حوالك. سافا؟ الحمد لله سافا. الوغ شيف، اليوم ايش عندنا في المنيو نتاعنا؟ باهي، اليوم ايش نعملوا بالبريباراسيون نتاع فانواز بيتزا؟ ايش نعملوا بيتزا كات فرماج؟ اه. وأربع نوايع متاع جبن ومشخشخة صوص غوزي. باش نعملو في البلا برينسيبال متاعنا، باش نعملو بايلا على الاسبانيول بلسان عصفور متاع رند. وبالطبيعة لسان العصفور راهي متاع رند تجي بنينة ياسر، تعوض الروز وهكا تعطينا أن بلا روفيزيتي نحسها أخف برشا وتجي أبل. باهي، وفي الديسير شنو عن؟ في الديسير باش نعملو رفيس تونسي. رفيس تونسي. والسمول نتاعنا السميد وشامية. من أين جهة الساعه هذه؟ خاطر هما كل جهه كيفاش تعمل؟ كل جهه وكيفاش؟ هذه بطريقتك انت؟ هذه طريقتي انا، طريقتي انا واللي معتاد نعرفها معناها. واللي تعرفها. نذوقوا قولك خاطر نعرفوا مليح الرفيس. نذوقوك اليوم. يعطيك الصحة شايف. قبل ما تبدا جوست خليني انا باش نقول للسادة المشاهدين نحكي لهم على الباتري دو كويزين اللي عندنا لهنا واللي قاعدين تشوفوا فيها ياسر مزيانة. الباتري نتاعنا فيها 34 بيس دونك دو لا مارك لينيس ديسبونيبل en rouge ou en beige كيما اللي عندنا في كوجينتنا لهنا. ليبيسور نتاعها 4 مليمتر، التنظيف نتاعها ساهل برشا، ما تلصقش بالكل، فيها لي بيس اللي نستحقوهم في التطيب في كوجينتنا الكل، ما عادش نخمم، ما عادش تنقصنا حتى حاجه بالباتري هذيا. فيها تروا في تو 20 سنتيمتر 24 سنتيمتر و 26 سنتيمتر، فيها زاده مقفول وكاسكيس ممتازين، فيها كريبيير، فيها سوتوس، فيها 4 بو ا كافي، 2 كاسرول كوكوت، فيها زيدا 2 غون دو فور، فيها 7 دلوش فيهم 6 بيس، ومعهم ان تابلي دو كويزين معناها كان الدليل مع الباتري هذية. دونك تلقاو منها زيدا في دي كومبوزيسيون اخرين، نتوما وقداش تحبوا تاخذوا من قطعه، فما شوا كبير برشا في لي كومبوزيسيون موجوده بيان سور عند جيرات لاغ دو لا ميزون. تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك نتاع جيرات والا الانستغرام، ولا تنجموا تدخلوا على الموقع جيرات.ان، وزيدا كيف كيف فما تطبيق نتاع جيرات نجموا تهبطوها ومن خلالها تعديوا لي كوموند نتاعكم الكل. باهي شيف، دونك باش نبداو تو؟ نبداو بالبيتزا، خلاو ترتاح. يلا نبداو بالبيتزا ونبداو بالبريباراسيون نتاع البيتزا. بريباراسيون فانواز هذيا كلها دي فين زير. بازيليك، اوريغون. هذيا من اقوى لي بريباراسيون نتاع البيتزا اللي في رمش الطين. طيب معناها ما عادش حتى واحد ينجم يقول لي هو ما يعرفش يطيب بيتزا، على خاطر هذيا اراتابل سهله، البات نتاعها ياسر بنينه، نجموا نعملوا بها كل انواع البيتزا. معناها عندك صوص طومات، عندك كريم فريش، عندك صوص بيشاميل، عندك تون جامبون بولي، شنو اخر شيف؟ خضره ليجوم تغيير معناها باي حاجه تنجم تعملها كي يبدا عندك بريباراسيون كيما هكا، اخر لحظه فطورك ولا عشيك تلقاه حاضر والناس الكل فرحانه. والبيتزا كالزوني والبيتزا كال لي عاد شيف انت ومعنا احنا هكا كل مره شيف يقترح علينا طريقه نجم نستغلوا بها البريباراسيون هذيا، فيها كل شيء. دونك فيها البريباراسيون معاها لوفور انستونتاني نتاعها، وتو باش نجيبوا الزيت يلزمنا 3 مغارف زيت مع البريباراسيون نتاعنا. 3 مغارف زيت صافي انا وزيت باش تستعمل زيت كولزا، زيت الكولزا نتاع صافي. نذكركم وانه الكولزا راهي منافعها عديده جدا جدا، راهو زيت الكولزا الي كلاسي دوزيام بعد زيت الزيتونه، معناها كله منافع كله فيتامينات نجمو ناكلوه هني، وكيما نجمو زادا نطيبو بيه. بما انك تحكي على زيت صافي باش نعطيكم لو كونسي، النصيحه اللي تعطيه لكم زيت صافي، على خاطر زيت صافي يخمم فيكم كل حلقه
تعطينا نصيحة. دونك توا وقت البرقدين والتفاح وبرشا غلة أخرى وبرشا ناس تحب تعمل معجون إدياري وصحي خاصة لصغيراتها، والمعجون من الحاجات اللي نجموا يصبروا في الدار بطبيعة ونظافة وبنة وحاجة معمولة في الدار دي ما تكون خير. زيد صافي باش يعطيكم أستوس باش ينجح بالباهي المعجون متاعكم كي تعملوه في الدار. دونك نحاولوا نبدأوا بكمية صغيرة متاع زوز كيلو هكيكا على خاطر التحضير يقعد أقل وقت. لازم ما نعملوش برشا سكر على خاطر في حالة ما يذوبش الكل يعمل حبيبات في المعجون هكا يبدأوا كريستاليزي في المعجون متاعنا ويبسهو لنا. نعملوا عصرة متاع نص قارصة في المعجون، حاجة يزر مهمة ولازم منها. دونك باش تعرفوا المعجون متاعكم تاب وإلا لي، تحطوا صحن في الفريجيدير 15 دقيقة بعد تخرجوه، تحطوا مغرفة صغيرة من المعجون عليه ونعديوا هكايا شوية بصبعنا. وقتها لازم فما تراس تقعد، ما كانش نزيدو نطيبوه أكثر. لازم لحكوك اللي باش نحطو فيه من بعد يكونوا استغليزي قبل ما نحطو المعجون. ميرسي بوكو زيد صافي على النصايح هذوما الكل. زيد صافي كما قلنا لكم نون سولمون بنا صافي ولكن زيدا نصائح صافي قاعدين نقدموا فيها في كل حلقة من الحوار ويكاند. باه خلات البريباراسيون باش خليها ترتاح شيف. خليها ترتاح ربع ساعة 20 مينوت بعد الفور لهنا بجنب الفور نتاعي ونبدا نخدم البايلا نتاعي في عقلي. هو باش تبدا تخدم البايلا نتاعك في عقلك، اول حاجه شنو باش تعملها في البايلا؟ انا قبل العفاف انا التمر نفوره. ابو؟ اي نفوره باش يطرى تنجم باش يطرى ومن بعد يمشي لي مع السميد والشميه كل باش يجوني بولات وهكاك احسن. احسن طريقه من اللي نرحيوها ولا نحطوه في الماء نضيعوا ياخذ برشا وقت. انا باش نحطه من تو لو طون بعد ترجع لي نعملوا رفيز مع بعض جس خليه هكا في عقله ونغطيه ومن بعد نتعدى البايله نتاعي. تحب نمشي فيها تو ولا من بعد على كيف كيما تحب؟ باهي شيف ملائنا نرجع لك بعد شويه، خليك تو تبدا في الغسيت نتاعك واحنا باش نمشيو لفقره رونديفو سونتي. آخر الإحصائيات اللي تعملت في تونس تقول اللي واحد من ثلاثة توانسة يعانيوا من ارتفاع ضغط الدم، والاثنين على ثلاثة مرضى ما في بالهمش وما يعرفوش رواحهم اللي هما مرضى. يعني نحكيه على قرابة 1,600,000 تونسي مريض بارتفاع ضغط الدم وما في بالوش. باش نحكيو على الهايبرتنسيون يحضر معنا الدكتور طاهر السعيدي طبيب عام. صباح الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بك دكتور. نشكرك على الاستضافه ويعطيكم الصحه اللي اخترتوا موضوع مهم جدا اللي هو الهايبرتنسيون. ما كنتش نتصور انا للدرجه هذيا التوانسه زيد اي سون با كونسيون برشا ماهمش مرضى كيما مرضى وما في بالهمش كيما شفنا في الارقام، ولكن خلينا نمشي واحده واحده احنا وياك دكتور. فسر لنا ساعه فاش تتمثل شنية الهايبرتنسيون ارتيريال شنية بالضبط؟ هو فما معايير معتمدة معناتها عالميا اللي تحد مفهوم الهايبرتنسيون. هو ارتفاع ضغط الدم في الأوعية يفوت 140 مليمتر مركور في السيستوليك معناتها في الدقة العالية، ويفوت 90 مليمتر مركور في الدياستوليك اللي هي الدقة الواطية. نقسموا ارتفاع ضغط الدم ثلاثة درجات. في ثلاثة درجات؟ في ثلاثة درجات. الدرجة الأولى اللي هي الخفيفة كي يبدأ أكثر 140 مليمتر مركور في الدقة العالية أو أكثر من 90 في الدقة الواطية. الدرجة الثانية متوسطة اللي هي سيستوليك أكثر 160 مليمتر مركور للدرجة العالية للدقة العالية، أو معناتها أكثر من 100 مليمتر مركور للدقة الواطية. والدرجة الثالثة اللي هي الأخطر نوعا ما الأعلى كي تبدا سيستوليك الدقة العالية أكثر من 180 مليمتر مركور، أو الدقة الواطية أكثر من 110 مليمتر مركور. دوك هذه أخطر درجة دكتور. خاطر أعلى ضغط. هات نحكيو على الأعراض، يعني أنا اليوم كيفاش نعرف روحي وأنه أنا عندي الهايبرتنسيون وفما طريقة صحيحة لقياس ضغط الدم؟ لأنه هنا شفنا توا حسب الأرقام وأنه اثنين على ثلاثة من المرضى ما في بالهمش برواحهم اليوم عندهم هايبرتنسيون. شنو هما لي سامبتوم؟ شنو هما الحاجات تخليني نفيق ربما؟ بما انه شبكه الاوعيه الدمويه موجوده في الجسم تاعنا الكل، ارتفاع الضغط نجم يعطينا اعراض عديده ومختلفه. من اهمها
يقول لك معناتها وجيعة الراس او عنده الدوخه او عنده وجيعة في صدره او معناتها فما اللي يقول لك عندي صعوبه في التنفس او فما التقيؤ ولا الردان. يعمل زيادة التقيؤ والنجمات التقيؤ والردان معناتها اي شخص معناتها عنده الاعراض هذه ما بيه ديما يتفقد ضغط الدم. الوذنين يحمر والوجه يحمر هذوك عندهم دخل ولا لا؟ مش معناتها نجم يكون معناتها مربوط بحاجه اخرى بحراره بحاجه. قلت لي وجعه الراس، قلت لي الدوخه، الفريكونس قداش؟ معناها نجم واحد فتيق هكا هو نهار ولا زوز عنده وجعه الراس وعنده شويه دوخه، ولكن وقتاش نولي نشك اللي هي هايبرتنسيون؟ هو في الاعراض هذوما ماذا بينا معناتها بطريقه دائما نتفقدوا ضغط الدم. نجم نشك في حاجه اخرى، نجم نشك معناتها اللي هو معناتها ناقص عنده انيمي ولا عنده حاجه معناتها في الوذنين ديزيكيليبر حاجه، لكن ديما فما الاعراض هذوما مادام ينجم يكون مسبب فيها ضغط الدم حاجه سهله ياسر ان تفقدوا ضغط الدم. داكوغ. قياس ضغط الدم الصحيح، وانت تعرف مثلا من الكورونا برشا منا شريوا برشا الات نتاع القياس ضغط الدم اللي يتباعوا على الانترنت واللي ينجم يحسب بالصحيح كما ينجم يحسب بالغلط. اعطينا طريقه اللي نحسبوا بها صحيحه. هو نجمو نستعملوا معناتها احنا نقولوا التوصيومات الالكترونيك سي سا اللي نجمو نستعملوهم لقياس الضغط. وماذا بينا نستعملوا لي تونسيومتر الكترونيك اللي يستعملوا البراسار اللي تحط في الذراع، لانه البراسار اللي تحط في المعصم ولا في البوانيه ماهوش كافي، ماهوش فيابل، اقل بريسيزيون معناتها من اللي تقاس في الذراع. وبطبيعه تقعد الطريقه الاكثر دقه معناتها للتشخيص وللمتابعه تقعد هو استعمال التونسيومتر والستيتوسكوب. وفي كل الحالات معناتها الكترونيك ولا معناتها نستعملوا الستيتوسكوب والتونسيومتر ديما نستعملوا البراسار. احنا نقولوا اديكوا، فما خاطر ثلاثة انواع، فما مقاييس اللي هو يناسب حجم ذراع الباسيون. بالنسبه للصغار واللي عنده ذراع صغير فما معناتها المقياس الاول، فما المقياس الثاني ستاندار اكثر متواجد نستعملوه معناتها الذراع العادي، واللي معناتها ذراع كبير نستعملوا براسار اكثر من 35 سنتيمتر. فهمت كبير معناتها هذا زاد يدخل في الدقه نتاع القياس. سينو اذا كان انا قاعد نقيس وحدي في الدار، نقيس يد اليمين اليسار، نقيس الزوز، نقيس بعد ما انا نبدا مرتاح والا لي نجم في اي وقت، كيفاه نستعملوا تونسيومتر في الدار؟ ديجا خلينا نبداو بهذا في الدار. ماذا بيه واحد يقيس ديما بعد ما يرتاح على الاقل 5 دقائق، وينجم يقيس اليد اليمين، ينجم يقيس اليد اليسار، ينجم يقيسهم الزوز يعمل المعدل نتاعهم. فهمتني؟ باش يكون احنا نقولوا اكثر دقه. هذا الكل باهي كما احنا نقولوا واحد باش يتبع روحه للتشخيص، لكن ديما يقعد معناتها لو فما شك لو فما حاجه يرجع للطبيب وباش معناتها ياكد التشخيص هذا ولا ياكد المتابعه. باهي، انت كطبيب عام دكتور اكيد وانه اكتشفت برشا ناس عندهم ليبرتونسيون وفي بالهمش برواحهم في كونسلتاسيون تاع غريب ولا في اي كونسلتاسيون اخرى، تكتشفوا اللي هو عنده ليبرتونسيون وولينا نسمعوا بها بكثره الايامات الاخرانيه. علاش الفتره الاخرانيه كل؟ هو عدد المصابين بالهايبرتنسيون ماشي ويزيد، وهذا معناتها راجع لاسباب عديده، من اهمها معناتها التغير السريع التغير السريع والكبير في نمط الحياه نتاع التوانسه. حياتنا تبدلت معناتها ولينا معناتها خاصه معناتها التغذية، ولينا ناكلوا حاجات غنية ياسر وأكلات خارج المنزل. هذا منشيرة، منشيرة أخرى ولينا معناتها النشاط والحركة قلت. أي دونك سوء التغذية ديجا، مانيش قاعدين ناكلوا بطريقة صحية باهية، مانيش قاعدين نعملوا في سبور، مانيش قاعدين نتحركوا، ظهر لي زيد المود دو في والستريس والغش هذاك بيكون عنده تأثير. عنده تأثير هذاك نجم يعطي هذاك ماذا بينا قدر الإمكان تجنبوا معناتها الستريس.
حاجه اخرى تنجم معناتها تزيد معناتها تفسر معناتها العدد المتزايد اللي هي معناتها تقدم الاسبيرونس دو في معناتها في العشريات الاخيره. الليبرتونسيون مرتبطه بالتقدم في بالعمر في العمر بما انه معناتها ارتفاع معناتها اسبيرونس دو في في العشريات الاخيره معناتها في تحسنت برشا. في الستينات كانت اسبيرونس دو في 44 سنه، في الثمانينات ولات 64 سنه، وحاليا في 75 سنه يجعل عدد المصابين بالليبرتونسيون يزيد. داكور. حاجه اخرى بطبيعه الحال الحملات التحسيسيه وحملات التشخيص معناتها هذوما هامين باش معناتها باش يفيقوا الانسان باش يولي يمشي يتفقد روحه خاصه ابارتيغ من اعمار معين. دكتور هو ما نعرفش تبدي الراي في هذايا ولا هو مرض مزمن مرض مهم معناها لازم ناخذوه او سيريو ولكن مانيش عاطينه نفس الاهتمام كما مرض السكري مثلا. وين تنجم توصل المخلفات نتاع الليبرتونسيون؟ الليبرتونسيون يعطي مخلفات عديده وخطيره جدا. من اهمها نبداو معناتها اللي تهم القلب اللي هي مثلا الانسفيزونس كاردياك. معناتها الجلطات والذبحه الصدريه معناتها الافكتوس دو ميوكارد فهمتني. ومعناتها ونذكروا اللي معناتها لي كوز دي سي في تونس اللي هما مرتبطين معناتها بالقلب والشرايين هما وحتى على مستوى العالم اكثر تود مورتاليتي بسبب جلطات القلب. جلطات القلب والاوعيه الدمويه هما هي السبب الاول في تونس اللي مثل حوالي 26%. ونجم يعطي زاد الليبرتونسيون تنجم تعطي لانسيفيزونس رينال تنجم تعطي تعطي معناتها ديزارت ارتيوباتي في الساقين ولا تنجم معناتها تمس البدن تمس كامل تمس برشا حاجات في البدن واحنا ما فيبلناش تنجم تمس حتى العينين تعطي ريتينوباتي بيرتونسيف معناتها معناتها المخلفات نتاعها بالحق خطيره ياسر خطيره برشا ولكن علاش دكتور فما برشا عباد ما يفيقوش اللي هما مرضى؟ في برشا حالات معناتها كما قلنا الأعراض تكون خفيفة أي ولا الأعراض معناتها يتم تجاهلها يستانس بها المريض وينجم حتى يوصل ياخذ لها معناتها مسكنات فهمتني. فما حتى احنا نقولوا معناتها فما قلة التواصل وقلة الوعي الصحي تخلي عباد معناتها ما عندهمش التواصل وما يوصلهمش التشخيص. داكور ما يفيقوش الديتكت با لي سامبتوم دونك يقعد هكاكا وما يتمش معناتها المشكلة ما يتمش التشخيص باش حتى التشخيص ما يمشيش يعدي ما يمشيش يعدي وما يفيقش اللي هو عنده هيبرتونسيون يقعد يداوي هكا عندي شوية وجيعة راس عندي شوية يخلق في المعدة يقعد عندي يسكت فيهم يقعد يسكت فيهم مسكنات فهمتي. ومعناتها فما احنا نقولوا معناتها قله وعي صحي ولا ساعات قله تواصل مع الهياكل الصحيه تخليه معناتها ما يتمش التشخيص عند برشا 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 توانسه. هذاك علاش تسبب لهم من بعد في برشا مخلفات واللي تنجم تكون خطيره. ونذكروا الدراسات اللي صاروا في تونس معناتها يوريوا اللي 38 فقط من اللي عندهم هيبرتونسيون تم التشخيص نتاعهم. 38% اكاو فقط الاخرين ما يفيقوش الاخرين برشا عندهم معناتها ليبرتونسيون ما يفيقوش بها تم التشخيص. قبل ما نجيو للعلاج فقط احيانا في احيان كثيره يبدا اسوسي هيبرتونسيون وسكري في برشا حالات هما معناتها السكري ينجم معناتها ينجم يكون من الاسباب اللي تعطي ليبرتونسيون. ينجم هو يتسبب في ليبرتونسيون. اي السكري من الامراض اللي هي تكون تنجم تكون متسبب في ليبرتونسيون هذاك علاش في برشا حالات تلقاهم نلقاهم اسوسي مع بعضهم. نجيو للعلاج كيفاش نجموا نعالجوا ليبرتونسيون واسكو نجموا نبراو منها والا اون فوا مرضنا باش نكملوا بقيه حياتنا بالليبرتونسيون. العلاج نتاع ليبرتونسيون يتركز على حاجتين اولا معناتها التوصيات الصحيه والغذائيه وثانيا الادويه اللي هي تنقص من التونسيون تخفض التونسيون.
وحسب بطبيعه الحال هنا باش نرجعوا للدرجه الاولى درجه ثانيه حسب معناتها درجه التونسيون. مثلا في الدرجه الاولى في الجراد 1 كي تبدا التونسيون تاع شويه ديما نبداو معناتها بالتوصيات الصحيه والغذائيه. ما نحيوش للحرابش مده على الاقل 3 اشهر. لو ما زازاش نوليو نزيدوا معناتها الادويه تاع تخفيض ضغط الدم. وبالنسبه للدرجه الثانيه والثالثه نبداو مباشره بالتوصيات الصحيه والغذائيه مع الادويه تاع تخفيض الدم. نختموا دكتور ببعض النصائح للناس. ديما الوقايه خير من العلاج لتفادي ضغط الدم ليبرتونسيون، واللي فهمنا من كلامك وانه نجموا نتفاداوها اذا كان نسمعوا النصائح هذوما. وزاده للناس اللي عندها ليبرتونسيون كيفاش نجم تتعايش بها؟ لتفادي ارتفاع ضغط الدم اول حاجه معناتها نتفاداو كل الحاجات اللي هي تنجم تسبب في ارتفاع ضغط الدم. التغذيه الغنيه خاصه تفادي معناتها الافراط في الاملاح والسكريات، تفادي التدخين، تفادي الكحول، معناتها الحركه والنشاط كما قلت لك. مشيره اخرى معناتها نحاولوا نكون عندنا انشطه معناتها جسديه ولا رياضيه منتظمه، فهمتي؟ والتغذية الصحية. والتغذية الصحية مهمة برشا، هذوما أبرز وأهم النصائح. شكرا ليك، يعطيك الصحة. الدكتور طاهر السعيدي طبيب عام، ربي يحفظكم من الناس الكل. هاكا في كل موضوع في علاقة بالصحة نتاعنا في كل الأمراض تقريبا أهم حاجتين يأكدوا عليهم كل المختصين والأطباء هو التغذية الصحية والأنشطة الرياضية المنتظمة. هذوما حاجتين لصحة دائمة إن شاء الله للناس الكل. نرجع للكوجينة بعد الشيف نتاعنا. رجعت بعد الشيف نتاعنا، شيف تبارك الله عليه في ساعة ها وقاعد إلى بونس تخي بيان. جوست استنيني دقيقة برك شيف على خاطر باش نحكي للسادة المشاهدين على البرودوي نتاعنا نتاع اليوم بيولانج، وباش نقول لهم زادة على البرومو الموجودة. دونك باش نحكي لكم على بيولانج أوتوماتيك أكسيون هذايا اللي هو فيه 2 لتر أنتي تاش يحافظ على الألوان ويحافظ زادة على نعومة الأقمشة، وفيه رائحة منعشة ينحي أصعب البقع كيما الزيوت الطماطم الماكلة، وباش تزيد تضمن الفعالية أكثر حط شوية على البلاصة اللي تكون فيها التاج. وما تنساش زيادة درجة السخانة متاع الماء يلزمها تكون 40 درجة على الأقل. دونك هذه بيولانج أوتوماتيك أكسيون. البرومو موجودة حاليا في المغازات الكبرى للمنتوجات الاثنين اللي قاعدين تشوفوا فيهم. تاخذ واحدة الثانية بلاش، معناها 4 إيترات باش تاخذها ب 20 دينار و990 مليم أكاهو، هذا حتى ال 21 جانفي. المزيد من المعلومات بيان سور اعملوا طلع على صفحات التواصل الاجتماعي بتاع بيولانج على انستغرام تيك توك والا فيسبوك، ونعطيكم زيدا رقم الواتساب الخاص بهم 58 339 100. هذا رقم الواتساب نتاع بيولانج. الوغ شيف توا باش نبداو بالبايلا نتاعنا. البايلا نتاعنا اللي باش نعملوها بلسان عصفور نتاع رندا. نحطوا شويه زيت. نحطوا شويه زيت، احنا قلنا نستعملوا في زيت كولزا احنا زيت اليوم نتاع صافيه. اي نحطوا البصل نتاعنا. اي بك توا فيش نحطوا الدجاج. دجاج سوبريم ولا الكويس ولا اي حاجه نحبوها اللي عندنا اللي عندنا جست نسوتيو هكا مع البصل شويه. قصيته كبير شويه مش جويت. كبير اون كوب. انا قصيت اون كوب. اي فوالا نجمو نعملو حتى الكويس راهو عادي. ديما عفيف ديما نخلو البارتي في الوسط، معناها ندورو الدجاج هكا وديما من بعد نعملو اللي من بعدو. شنو باش نحطو توا؟ باش نحطو الساش بشويه نحطو الساش نتاعنا. السوبيا يعني. السوبيا فوالا هكا على اثنين. على اثنين. في الوسط. هاي.
هو راه اللي يعجبك في الفايله تحط شويه شويه من كل شيء من كل شيء تجيك مصلي على النبي بعد تبذر بالقدي دونك هاوكا يقعد لك طريف دجاج خبيه يقعد لك طريف سوبيا خبيها يقعد لك طريف منعشنا فخوي دماغ شبغيت اي حاجه خليهم على جنب كل مره طريف طريف واعمل بيهم الفايله نتاعك بالضبط والخضره نتاعنا زاد عافية والخضره الفلفل الطماطم البصل انا باش نحط شويه قرع وشويه بدنجان قصيتو اون لا ميل محلي فوالا خاطر هي تجيب الخضره الكل جلبانه اي حاجه عندنا في الدار به توا عافيه باش نحطوا شويه طومات كونسونتري شويه هريسه ساعه شويه هريسه انتي بو هكا شويه طومات كونسونتري لنوصل المرحلة نتاع باش نحطوا لسان عصفور هي اللي تاب الأخرانية آخر حاجة بيان سور ديجا في ساعتين بالضبط شوية طماطم شريحة باهي تو باش نفوحوا كاتري بيس فلفل زينة عافية فلفل زينة فلفل أكحل فلفل أكحل ملح ملح شوية ملح خاطر الحوت وراس حانوت راس حانوت ماما سي بون هكا توا عفيف يلزمنا نجيبوا حاجة في البولاي اللي هو الفون أي فون عندنا في الدار كركاس نغليوه ولا أي حاجة أنا عندي البويون هذاك بويون نتاع معناها مي نتاع دجاج اذا كان عندكم سمطوا دجاج انا هكا كي نسمط الدجاج نخبي في دابوزه معناها نخليه والا تنجموا تاخذوا كوب اي كوب تعرفوهم وتستعملوهم باش يفوحوا لنا بالقدا حتى كان ما تحلش الكل باش يتحل من بعد في السوس حاشتنا بك المطعم هذاك هلا خليوها تغلي في عقلها ونجيبوا لسان عصفور نتاعنا رند رند بيان سور ذكركم وانه القام نتاع لي بات رند كلهم راهي عندهم قام متنوعه برشا لي بات كلهم تلقاهم موجودين عند رندا كوتي كاليتي مضمونة 100% لأنه نحكيه على منتوجات مصنوعة كلها من القمح الصلب 100% من القمح الصلب وديما رندا تحط لكم على كل باكو طون دو كويسون واللي يلزمكم تحترموا الطون دو كويسون اللي محطوط باش تجيكم كاليتي دو كويسون صحيحه والهيله بالطبيعه لا تلصق لا تعجن لا حدا شيء وتو تشوفوا احنا ديجا جربناها قبل لسان عصفور نتاع رندا كل كعبه وحدها تبدا لونها ذهب ياسر مزيان شايف. ايه باهي عفاف احنا شو نعملوا بالسان عصفور باش تبدا البايله نتاعنا ناجحه 100% ها؟ كونتيتي نتاع الماء هي ثلاثة مرات من الكونتيتي نتاع لسان عصفور. الروز تقريبا. لا هو الروز مرة ونص. مرة ونص. أما نحكيها على البايلة أنا ما نحطوش برشا، نحطو شوية لسان عصفور. هلا. رندا بالطبيعة. أنتوما قيسوا، ما تعملوش كيما الشيف هكاك هو مستانس تبارك الله عليه عينه وميزانه، أنتوما قيسوا إذا كان باش تعبيو كيس من شربة لسان عصفور نتاع رندا نفس الكيس هو بيدو عبيه ثلاثة مرات ماء. بالضبط هكاك بالضبط باهي توا هكا عفيف شو محلاها هكا منظرها مزيان على الاخر احكي لكمش الريحه فيحت سيي في الاستوديو توا ليتاب الاخرانيه اللي هي الكروفيت نتاعنا نوزعوها هكا كروفيت بلاش روح في ساعتين هكا خليتها بقشرتها شايفه بقشرتها قشرتها وكعبات المول نتاعنا داكور كلهم مع بعضهم باش يتيبوا طون دو كويسون بالضبط باش تجينا البايلة نتاعنا مريقلة هو توا وقت المول موجود اي موجود موجود اي انا كان فما حاجة ما نعرفهاش راهو هي وقت الحوت انواع الحوت وقت ايش وانواع الغلة الغلة ابار دلع وبطيخ نعرف الصيف وبرقدين ومدلينا في الشتاء الباقي الكل ما باقي ننساهم انا فاش قاعد نعمل انا ميلا ميلا شايف ربي يفضل تسالني نجاوبك عفيف باهي توا هكا البايلة نتاعنا كملت تبقى كوشي شويه معدنوس في الاخر معناها اللي تاب الاخراني فسر لي شنو السر نتاع التومات سيشي كل مره راك تفوح بها بلوزيغ بلا صدقني من احسن حاجه تبنى للماكله
هي تبدل المطعم كومبليتمون، تعطي نكهه خاصه. احنا خذينا على التلاين بالحق، فهمتني؟ لي باستا الكل يعملون بالتومات سيشي، لازم تحط فيها تومات سيشي. كي ترجع الكولتور نتاعنا احنا كنا قبل نعملوا فيها، كنا نشيحوا في الدار، كنا نشيحوا وكنا نخزنوا في القلل ونحطوا بزيت زيتونه، كانت الماكله بنينه على الاخر. انا ديما نحب نمشي بالكولتور. هذه لازم نرجعوا لها على خاطر الماكله بيو زاده بالطبيعه. باهي شيف، دونك نرجع لك انا بعد شويه، خليك تزيد تقدم، واحنا باش نخرجوا فاصل اشهاري قصير ونرجعوا لكم، ما تبعدوش علينا.